يعني كما تلاحظون يعني 12 كيلو، يعني تقوم بالقياس الدقيق 12 كيلو. يعني هذا المكتف يوجد فيه 930، يعني جيد جيد نوعا ما، يعني يمكن أن نقوم باستعماله، يعني لم ينقص كثيرا. يمكنكم مشاركة مشروعكم مع موقع PCBY+. هاي المشاريع التي يعني اشترك بها أعضاء آخرين على هذا الموقع PCBY. مثلا هذا اشترك بهذا المشروع، يعني ممكن أن تستعمل هذا المشروع الذي وضع هذا الأخ. هنا كما ترون يعني يوجد تصميم الخاص به. يمكنك أنت أيضا أن تشترك وتضع مشروعك هنا وتستفيد يعني من الفائدة. يمكنك أنت أيضا أن تضع مشروعك هنا وتستفيد أيضا مثل هؤلاء، هنا تضع مشروعك هذا كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأحبتي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد، ولا تنسونا من دعائكم. موضوعنا اليوم على هذا الملتيمتر، سوف أقوم بشرح جميع خصائص هذا الملتيمتر إن شاء الله. هي البوشيطة الخاصة بها، هذا الكتاب الخاص بهذا الملتيمتر. يعني هذا الملتيمتر يعني تشتغل يعني اوتوماتيك، يعني سوف اقوم بشرح جميع الخصائص هذا الملتيمتر. يعني عندما نريد تشغيل هذا الملتيمتر يعني اوتو، نضغط على الزر على هذا الشكل، على هذا الشكل، يعني توجد فيها يعني الإضاءة يعني ممتازة، يعني تظهر حتى في الليل. كما تلاحظون هنا يعني يوجد أوتو، يعني تشتغل أوتو، يعني تشتغل بعد يعني بعد 5 دقائق إذا لم نقوم بلمس أي زر هنا سوف تنطفي أوتوماتيك. هذا الملتيمتر يعني يشتغل أوتو، يعني عندما نقوم بتشغيله يعني بعد 5 دقائق ينطفي، ولكن إذا أردنا ألا ينطفي نضغط على رونج ثم باور، سوف نسمع يعني 5 رنين الخاصة بالسونيت، وبعد 4 دقائق سوف يعني يرن، وبعد 5 دقائق يرن مرة أخرى ولكن لن ينطفئ. هذه الطريقة يمكن أن نستعملها ولن ينطفئ حتى نقوم بإطفائه. هنا يوجد كم يعني خاص بالطرف الأسود، هنا خاص بقياس الحرارة والمقاومات والديود والفولت، هنا خاص بقياس أمبير، يعني يقوم بقياس حتى 10 أمبير، هنا ملي أمبير، يعني الأمبير صغير جدا نقوم بقياسه من هنا. يعني الخيط الأسود يكون في الوسط فقط، ونقوم بتمرير الأحمر على هذه الأماكن الثلاثة. مثلا سوف نقوم يعني بقياس أمبير، يعني أوتوماتيك سوف يخرج هنا أمبير، هنا يوجد الآن فولت دي سي، ولكن عندما نقوم بإدخاله هنا سوف يتغير، أو الآن يوجد أمبير، يعني تشتغل أوتوماتيك. يعني الآن يمكننا أن نقوم بقياس أمبير. هذا الزر خاص بالفولت دي سي والسي، وخاص أيضا بإن سي في، يعني نقوم بقياس الكهرباء هل هي موجودة في الكابل أم لا. مثلا سوف نقوم بتمريرها على هذا، سوف نسمع كما تلاحظون يعني توجد الكهرباء في، عندما نقوم برفعها يعني يذهب الصوت، ولكن عندما نقوم بتقريبها يعني يمكن أن نستعملها يعني لكي نقوم بتجريب بها يعني الخيط هل يوجد فيه الكهرباء أم لا.
هذه الميزة يعني ممتازة. نأتي إلى هنا يعني قياس الحرارة. هنا قياس الحرارة، سوف نقوم بتجربة قياس الحرارة. يوجد هذا الخيط خاص بقياس الحرارة. الآن توجد 26 درجة على هذا الشكل. قمت بوضع الكاوية في الكهرباء، سوف نقوم بالقياس هل سوف تزداد الحرارة أم لا. الآن الحرارة ترتفع يعني 29، يعني ممكن أن تصل حتى 200 درجة، لأن الكاوية يعني توجد فيها الحرارة قوية. هي الآن يعني ترتفع بسرعة، يعني هذا ملتيمتر يعني شاملة تقريبا، يعني يوجد فيها جميع الخصائص التي نحتاجها لكي نشتغل بها. يعني هي وصلت إلى 100 وما زالت يعني تستمر، سوف أتركها الآن. وتوجد أيضا خاصية أخرى، عندما نريد قياس الفولت العادي هنا توجد يعني هاد العلامة يعني فاصلة، يعني ممكن أن نقوم بقياس حتى 400 فولت 500 فولت، ولكن عندما نريد أن نقوم بقياس أقل من فولت نضغط هنا. كما تلاحظون يعني هذه الفاصلة رجعت إلى هذا المكان لكي نقوم بقياس الدقيق جدا على الفولت. ممكن أن نقوم بقياس يعني 0.75 فولت أو 0.765 فولت، يعني الفولت الصغير. يعني قمنا بشرح هذه الخصائص، سوف نقوم بشرح خصائص الأخرى الباقية. مثلا هنا خاص بالمقاومة، ها رمز المقاومة. سوف نقوم بقياس مقاومة، سوف أقوم بوضع هذا المقبس، يعني هذا يساعدنا يعني في القياس على هذا الشكل. هكذا نضع. وتوجد هنا أيضا مسامير يعني سوف تساعدنا أيضا، مثل هذه يعني نضعها هنا. هيا نضع هذا على هذا الشكل، يعني سهلة الاستعمال، يعني لا يوجد فيها أي تعقيد. مثلا لدينا هذا المقاومة 12 كيلو، سوف نقوم بقياسها. نضع المقبس هكذا ونضع هذا المقبس، يعني كما تلاحظون يعني 12 كيلو، يعني تقوم بالقياس الدقيق 12 كيلو. توجد هذه الخاصية خاصة بقياس الديود، سوف أبحث على الديود. ها هو يعني خاصة بالديود، نقوم بقياس الديود على هذا الشكل. يعني تقوم بالقياس يعني جيدا. وتوجد خاصية أخرى خاصة بالمكتفات، هي هذه. سوف أقوم بقياس مثلا هذا المكتف. هذا المكتف يوجد فيه 1000 ميكروفاراد. الأسود في السالب هكذا، والأحمر في الموجب. سوف يتحول إلى الفرد. ها هو يعني تم التحويل. ها هو يعني توجد فيه 807، يعني يرتفع قليلا. يعني هذا المكتف يوجد فيه 930، يعني جيد جيد نوعا ما، يعني يمكن أن نقوم باستعماله، يعني لم ينقص كثيرا.
سوف نقوم بقياس هذا المكتف، يوجد فيه 220 ميكروفاراد. سوف نرى كم سوف يعطينا، هل هو جيد أم لا. سوف يتحول إلى قياس المكتف. نعم، يعني هذا المكتف جيد، يعني يوجد فيه مكتوب فيه 220، هنا توجد 213 و14، يعني ممتاز، يمكن أن نستعمله. يعني لا يحتاج الكثير من الجهد، يعني ممتاز. هنا يوجد، يعني عندما نريد دي سي، هنا أسي، هنا إن سي في، يعني خاص بقياس الكهرباء في الكابل. هنا لتحويل الفولت، يعني يكون صغير، يعني أقل، نقوم بقياس أقل من 1 فولت. هذه خاصة ب، لم أقوم بشرحها يعني سابقا، خاصة ب، هذه يعني أوريزونتال، نقوم بتحويلها على هذا الشكل. هذه خاصة بالحرارة. هنا خاص بالديود والمقاومات والمكتفات. هذا كل شيء. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.